كيفهم شباب وصبايا؟ في الفترة الأخيرة كان في كثير تقارير، بحكي الفترة الأخيرة يعني آخر سنتين ثلاث، تحكي إنه في انهيار اقتصادي راح يصير في أمريكا وراح يأثر على الدولار، طبعا راح يأثر على كثير قطاعات ثانية وراح يكون في له أثر عالمي لأنه سعر الدولار راح ينزل مع المشاكل الاجتماعية اللي راح تصير مع يا اما جوا امريكا او برا امريكا، وهذا الاشي طبعا راح يأثر على اوروبا لانه اغلبية الدول الاوروبية زي المانيا وغيرهم بيخزنوا الذهب بتاعهم في امريكا. مشكلة امريكا بالنسبة للعملة انه هم بيطبعوا دولارات من دون ما يدعموها في الذهب. في العادة لما تطبع مصاري، لما اي دولة بتطبع مصاري لازم تحط مقابله ذهب، عشان هيك بصير في للعملة قيمة. اللي هم صاروا لهم فترة طويلة بيطبعوا كل سنة تقريبا 1.2 تريليون دولار بدون ما يدعموه في أي ذهب، في أي قطعة ذهب. هلا اللي بصير الحين إنه الناس حاسين إنه في مشكلة راح تصير، ممكن لما يصير كمان مرة government shutdown، يعني ما الربيع السنة هاي أو السنة الجاية بالكثير أو إذا بعدها كانوا يعني محظوظين زي ما بيحكوا، عشان هيك بلشوا يجهزوا حالهم. في مجموعة من الناس من سنة الثمانين والحين أكثر إشي انتشرت اخترعوا عملة على الإنترنت اللي مش ممتلكة من أي بنك مركزي في العالم، اسمها بيتكوين. بيتكوين هي العملة الوحيدة الحين في الغرب اللي مش محتاج يكون في وسيط عشان تتداول أو تشتري وتبيع فيها، لأن هناك كل شيء بالكريدت كارد وبالشيكات، في الشيكاش بأغلب الأوقات. بيتكوين هي تقدر تتداولها مباشرة بينك وبين البياع زي ما بصير عندنا هنا يعني تقريبا، وفي نفس الوقت مش مربوطة في أي بنك مركزي، مش محتاج أنت تكون جزء من الاقتصاد العالمي الموجود عندنا حاليا على أساس إنه تقدر تشتري أو تبيع أو حتى تتأثر. اللي بيستعمل البيتكوين مش راح يتأثر ولا بأي طريقة بالمشاكل الاقتصادية الموجودة هلا، بالعكس ممكن حتى يربح، لأنه البيتكوين أول ما صارت كان سعرها أقل من نص سنت. 1 بيتكوين هي عملة على الإنترنت كان سعرها أقل من 1.5 سنت، هلا سعر البيتكوين الواحد أكثر من 1000 دولار. اللي اختاروا العملة هذه كان الهدف تبعهم إن هم يخلوا الناس ينتجوا العملة هذه من البيت مثلا عن طريق أجهزة معينة وبرامج معينة، فبصير إنه أنت بتقدر تنتج البيتكوين عندك في البيت اللي بيخلق لك دخل. وهذا إشي هم قرروه عن طريق مبين أبحاث إن هم بدهم يخلقوا طريقة اللي يتخلصوا من كل أثر أصحاب البنوك الكبيرة والبنوك المركزية اللي هم بيحطوا السياسات تاعت السياسات المالية حتى السياسية للعالم، على أساس إن هم في الآخر يطلعوا ربحانين، بينما الناس ما احنا شايفين الدخل تاعها بقل، التكاليف تاعت المحاحية تاعتها بتزيد، والبنوك يوم عن يوم بتسيطر على كل إشي. يعني الرأسمالية خلت أصحاب رؤوس الأموال هم اللي يحركوا الدولة مش الناس. طول ما احنا بنستعمل العملات اللي هم اللي بيملكوهن اللي تابعات لبنوك مركزية، الدولار، اليورو، تقريبا كل أوروبا ما عدا أيسلندا وروسيا وإيران وسوريا وكمان دولة، هم الوحيدين زي ما أنا بعرف اللي لسه قادرين ما يجوش تحت السيطرة تاعت العائلات المتنفذة زي روتشايلدز، روكفيلرز، جي بي مورغان اللي لسه ظل لهم شيء، وجورج سوروس، هذول الجماعة. فإحنا في بيت سحور في عنا كثير ناس مخزنين العملة تبعتهم بالدولار، في عنا كثير قرايب برا عايشين في أمريكا صار لهم 10 و20 و30 وفي شيء أزود من 30 سنة في أمريكا، صاروا مضيعين حياتهم هناك، ما بديش احكي مضيعين،
بس إذا انهار الدولار هذا الإشي بيعني إنه هم كان الناس اللي هانا اللي خلينا نحكي بين قوسين محوشين مصرياتهم بالدولار، والناس اللي ضيعت عمرها في أمريكا ترجع إيد من ورا وإيد من قدام، أو تعيش هناك إيد من ورا وإيد من قدام إذا قدرت تعيش، لأنه راح يصير كثير مشاكل اجتماعية، لأنه الناس راح تجوع، وكل بسموها هذا هايبر انفليشن. هايبر انفليشن لما يصير الكولابس هذا الانهيار الامريكي، احنا اليوم بنحكي انه الدولار 3.5 شيكل، بكرة بنحكي انه الشيكل ممكن 10 ممكن 20 دولار، ممكن ازود. هذا اللي راح يصير، واذا ما صار في السنة هاي بيصير السنة اللي بعدها. وهذا طبعا يعني بحكيه بناء على وجهة نظري وبناء على التقرير اللي بتطلع. بتقدروا انتوا تعملوا بحث على انكل جوجل، تشوفوا بيتكوين BITCOIN، تشوفوا مثلا برامج اقتصادية لماكس كايزر وغيرهم من الناس اللي بيحكوا على بيتكوين، على هذول ماكس كايزر على قناة روس اليوم بالانجليزي طبعا. هذا طبعا سعر الذهب راح برضو ينزل على الأرض، هيك هم بيحكوا من المختصين وغيرهم، لأنه الثقة بتاعت الناس راح تروح فيه، لأنه في لحد هل يعني من هلا في كثير شركات بيبيعوا ذهب للناس وهم ما عندهمش ذهب، والناس بتستنى في توصيل الذهب وما فيش ذهب، فبين الأمور راح تصير مع بعض أو ورا بعض حسب. بس بكل الأحوال أنا حابب، يعني لو حابب أفتح الموضوع هذا، يعني مش شايف حدا بيحكي فيه، بعرفش ليش، يعني في كثير تقارير، في كثير أخبار، في كثير تحليل، ممكن مش السلك يعني مش الإعلام الرسمي، لأنه الإعلام الرسمي عمليا هو ملك لأصحاب البنوك هذول في الآخر، العائلات المتنفذة اللي سميتهم، اللي هم عمليا بيملكوا البنك الدولي، أغلبه هم اللي بيملكوا بنك اوف سيتلمنتس في بروسلز، اللي هو بيكون هو اللي بيعمل زي ادمنستريشن، بيعمل إدارة وبيحط سياسات البنوك المركزية اللي في كل العالم تقريبا. فهذول الجماعة عندهم سياسات وبدهم مش حدا يعرف، لكن في alternative ميديا، في الإعلام الموازي أو البديل اللي هو بيحكي طبعا مع واحدة من القنوات الرئيسية زي روس اليوم. في من الناس اللي بيحكوا alternative ميديا في أمريكا زي أليكس جونز، infowars.com وغيره. هلا طبعا هم كلهم بيحكوا بناء على تقارير موجودة، لكن ما حداش بيحكي عنها، لأنه العالم الصحافة العالمية ما بدها تخبي الأمر، فهذا إشي مخيف جدا، خاصة يعني على الناس اللي في أمريكا، لأنه هناك الناس السلاح بين إيديهم عادي، فممكن واحد يستعمل سلاحه لأنه جعان يروح بعرف شو بده يسوي. فأنا فكرت نحكي في الموضوع هذا، إذا واحد من الشباب حابب نسوي اجتماع نشوف ممكن مثلا مجموعة من الناس يجمعوا مبلغ الأجهزة اللي بتنتج البيتكوين، في أجهزة على مستوى منزلي، في شيء اندستريال على مستوى صناعي. طبعا هو البيتكوين هي عملة على الإنترنت فيرتشوال، لكن اليوم إذا واحد بيدور على جوجل قديش سعر البيتكوين، سعر صرف البيتكوين، بيشوف إنه أظن إنه هلأ فوق الـ1000 دولار، أو يعني حوالين أقل إشي اليوم البيتكوين ممكن تنزل لـ300 دولار، بس يعني عودت في الفترة هاي زي كان استقرت حوالين الـ1000. فأنا في رأيي إنه لو بغض النظر شو ممكن يصير، إذا صار انهيار للدولار واليورو أو ما صارش، إحنا في بين إيدينا نلاقي طريقة إنه ننتج بيتكوين اللي بنبيعها في السوق. طبعا السوق العالمي عندنا الناس لسه مش سامعة في البيتكوين، اللي بيخلق تمويل للمؤسسات، للناس، لمشاريع ممكن إحنا نستعملهن، أي شيء اللي ممكن يفيد البلد، خاصة إنه في كثير شباب في عندها أفكار بدهم يعملوا إشي، بس المادة بتلعب دور.
فأنا مش راح أحكي زو من هيك، صارت حكي 10 دقائق وشوية، مش كمان الواحد يطلع على الساعة. بس إن شاء الله إذا في ردود فعل أنا بدي أحط الفيديو عنا على الفيسبوك على مجموعات الشباب، وإذا حابين الفكرة نحكي في الموضوع بنعمل اجتماع على مستوى شباب البلد وإن شاء الله خير. يعطيهم العافية.